بالنسبة لبريود ريفيزيون سيتي اون بريود من لي بريود كريتيك في العام وياسر لازمها كيما نقولوا معناها ردين بيه خاطر ماهيش ما لازمكش تلعب لهنا ما نقصدش ما لازمكش ترتاح نقصد ما لازمكش تلعب قراراتك مثلا كنجي ونقول لك عندك نهارين قبل الكونكور لازم ترتاح فيهم معناها لازم ترتاح فيهم مش تسيب مش تمشي تقرا فيهم يو اوفر ورك يور سيلف معناها وترسي لك من بعد ترجع لك في الكونكور ولا كما قال تدخل مبين صارت برشا مرات اما لازمش تسيك معناها لازم حتى كما خلطتش عرف لي فما برشا مازال ما خلطوش والفايده راهو في الرون مش في في البرفكسيون هذاك كي تكتسب المونتاليتي هذه باذن الله ما تعملش الغلط هذيك ان شاء الله. دونك كيما قال سي يوسف معناتها البيريود نتاع ريفيزيون ياسر خوشر معناتها ديليكاتو على الاخر لازم نعرف فيه نتصرفو براتيكمون هذيا شنو عملك الكلوتير نتاع خدمة وتحضرك ديريكت معناتها بعد الشمس تعطي كونكور تحاول تعمل ريكاب على كل شيء وتشوف سيرتو لي زيكزارسيس لي غران كلاسيك لي زيكزارسيس تيبيك كور ميزي بي دو بريفيرونس ما تعملش عليه برشا طلب و سيرتو تركز على لي زيكزارسيس كيما قال اشرف جوست نهارين ثلاثة ايام قبل الكونكور انا بيك كلية تخليهم معناتها باش تحضر روحك وتكون اون فورم كي تجي تعدي. بالنسبة للكونكورات ننصح اني بيرسونيلمون ننصحكم تمشيو تعملوا معناها طلع على الريزومي نتاعكم تاع عام كامل ماذا بيكم تعملوا بيان سور ريزومي بيان خاطر كونتيتي مهولة ما تحفظش تنسى فاسيلمون كيما حكينا دونك تمشيو قبل كل كونكور تعملوا طلع على الريزومي نتاعكم خفافين ما تعملوش طلع على ديزيكزارسيس وحاجات جدد معناها ياسر قويين ولا اي حاجة فيما حاجات خفيفة خفيفة باش تخلي روحك في اتان مونتال مريقل ومرتاح وخلي سيف كونفيدنس نتاعك بريك كل كونكور ريزومي نتاع لي شابيتر اللي باش تعدي عليهم ما فماش عدد معين نتاع دي كونكور لازم تخدمهم في كل ماتير عادي تدخل معناها الكونكور خادم كان دو تروا كونكور مثلا من الماتير هذيكيا ما تبدا خادم له كونفيسونس في وسط العام وتبدا متمكن من لي كلاسيك يعني مثلا كنجيو نحكيو على المات مثلا خدمت كونكورات كيما نقولوا 2021 2020 2018 كيظهر لي وقصيت غادي مشيت عملت ريفيزيون مع بروفتي رفتنا معناها عملت انا ريفيزيون معناتها صح في الكونكور فرونسي مثلا 3 جور هما ان سي سي بي ان سونترال بي سي مثلا وكهو فماش حاجه كبيره بالنسبه للفيزيك زاد كيف كيف كالكو كونكور بعد يظهر لي دو كونكور ماكسيموم خدمت كونكور قبل 2016 ننصح بهم اي اما مش كيما جات لازم ترد بالك شويه وقت انت ماذا بيك سكي سور لي كونكور من 2016 البروبليم هذوك سور تنجم ماذا بيك تعمل عليهم طلع حتى من فوق فوق كوريجي ماهيش مشكله اما بالنسبه للكونكور اللي قبل 2016 لازم تبدا عندك حذرك لازم تبدا تمشي تشوف خاطر فما حاجات اور بروجرام لازم تمشي تعمل طلع تخدمهم اذا كان لقيت مشكله في سؤال تمشي تسال البروف مثلا اذا كان لقيت ما فهمتش الكوريجي وإذا كان ما فهمتش إذا كان قال لك هو أور بروجرام راهي أور بروجرام وتعدل سامبلومون. دونك بالنسبة للكونكورات في الأناليز بالنسبة لي خدمت كونكورات أبارتير 2010 بون قبل فورم فما كانت عندنا شركة سيريت فوري بيان سور جيت برشا في 2013 البارتي هيك بليز أو موان خليتها سينو معناتها خدمت اللي خير كل 2010 حتى 2021 سينو في الفيزيك خدمت بعض الفورم معناتها من 2016 فما فوق وننصح بلي كونكور اللي قبل 2016 في الفيزيك موقتاش مش في الريفيزيون في وسط العام خاطر في وسط العام ماذا بيك ما تحرقش على روحك وتخلي لي كونكور للريفيزيون دونك باش تريفز شابيتر ولا حاجة سا انتيريسون باش تكونسيديري معناتها ان اكزرسيس بتاع كونكور قبل 2016 منو هاك انت ديجا ما خرقتش على روحك ومنه هاك قد تراجع معناتها ان اكزرسيس ستيل كونكور معناها وسط العام الجبر نفس الشيء من 2016 معناها تنجم تخدم الكل تخليهم كلية البارتي ريفيزيون والقبل تمشي تخلي لي زيكزرسيس كلية وسط العام. بالنسبة للسي اف ام السي اف ام فريمون اغلبيته اونترينمون في وسط العام وانك تشد كونكورات زاد تخدمهم تاع العوامل الكل فماش عام يتسيب وانا تشد العوامل الكل كي كل واحد عنده حاجه جديده براتيكمون فماش بلاس كونكور يشبه الخو كلهم عنده اما فما دي ستيل معينين فما مثلا لوزيناج عندهم ان ستيل معين معناه كلاسيك فما اونغروناج مثلا ستيل كلاسيك اكسيتيرا بالنسبه للسيا
السهم هذه بيك تركز كان على الاربع خمسة الاخرين خاطر ديجا السهم معناتها هي البريفي يسر طويلة والدوكيمون يسر طويل وزادة تو تشوف معناتها باش تكون صعيبة على الاخر سيرتو كان باش تخدم مع البي سي بيان سور كان خرجت له حاجة أخرى أهم كان باش تخدم مع البي سي تنجم تحل بيزور أونجلي معناها باش تنجم تقعد تتبع ولا تقعد تبسكيلي من الفرنيتر للفرنيتر نتصور إني سي لارجمون سوفيزون معناها تخدم مع كاتبر سان كونكور والاخرين بيان سور تطير يكفيك.